بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه قراءة في كتاب جامع بيان العلم وفضله للشيخ أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. قال حدثنا هات آخر السنة شيخنا. قال حدثنا عمار بن الراهب وكان من العاملين لله عز وجل في دار الدنيا. قال رأيت مسكينة الطقاوية في منامي وكانت من المواظبات على حلق الذكر. قلت مرحبا مسكينة. قالت هيهات ذهبت والله يا عمار المسكنة وجاء ذهبت يا عمار المسكنة وجاء الغناء الأكبر. قلت وجاء أحسن الله لك. نعم بفتح الغين. وجاء الغناء الأكبر. قلت هي. قالت ما تسأل عمن أتيح له الجنة فتذهب حيث شاءت. قال قلت وبما ذلك؟ قالت بمجالس الذكر والصبر على الفقر. نعم. عن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه رؤية منامية ولا يقام عليها دين، إنما هي من المبشرات، وهي أتت بذكر فضائل لأشياء، وهي حلق الذكر والصبر، وهذا كله مقرر بآيات وأحاديث صحيحة في فضله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا نقول إن الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة في الرؤى المنامية أن أهل البدع يتمسكون بالرؤى المنامية ليقيمون دينا جديدا ويؤصلون لعبادات جديدة، أما أهل السنة إنما الرؤى المنامية عندهم إنما هي تدخل تحت إطار لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، حديث النبي الصحيح. قالوا ما هي المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها العبد أو ترى له، ثم يؤكد بها ويستبشر بها لعبادات دل الدليل عليها. انتبهوا يا اخوان هنا بين الرؤى عند اهل البدع والرؤى عند اهل ايش؟ عند اهل السنه. حتى ولذلك بعضهم يعني مثلا مثل البصيري مثلا، امن تذكروا جيرانا بذي سلم سكبت دموعا جرت من مقلة بدم أمهبت الريح من تلقاء كاظمة، ثم قال من جودك الدنيا وضرتها من علمك علم اللوح والقلم، دع ما قالت النصارى في نبيه وقل في أبي القاسم ما شئت واحتكمي إلى غير ذلك. ثم قال النبي جاء في المنام عليه الصلاة والسلام ثم قرأ البردة عليه فاستحسنها وأعطاه النبي بردته، لذلك سماها بردة المديح نسبة لبردة النبي التي أعطاها له. نقول هذا كذب، أنت شفت إبليس ما شفتش النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرضى بهذا الكلام الباطل، وهو أن تقول أن من جود النبي وضرتها الدنيا والآخرة، هذا الكلام باطل. أو تقول دع ما قالت النصارى في نبيهم، النصارى قالت في نبيهم من عيسى مين؟ ابن الله. قال وقل في أبي القاسم ما شئت واحتكمي، يعني ممكن يكون كمان هو الله مو أكثر من ابن الله، نسأل الله العافية والسلامة. تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرة. فمثل هذا لا يقيم عندنا دينا ولا يقيم عندنا سنة، بل بالعكس هذا مضطرح وبعيد. لو جالك إبليس في المنام وقال لك أنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد أن ترجع وتأتي لصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي موجودة في كتب الشمائل لكي تقف عليها أخي الحبيب. ولذلك بعد يقول شفت النبي حليق ومسبل الثوب وقال للتدخين حلال، قلنا له لا لا هذا مش النبي، هذا أنت شفت جنكيز خان ولا شفت إبليس اللعين؟ هذا ما شفت النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول لك؟ ما حد كان هذا الكلام أبد. هذا هو الفرق. أما أهل السنة الآن لما يرون مثل هذه الرؤى، هي لم تأتي إلا بأنها بشرته، قالت له اصبر على إيش؟ على مجالس العلم والصبر. ليش تصبر على مجالس العلم؟ لأن ممكن الإنسان يكون عنده مواعيد وعنده ارتباطات وعنده أعمال، لكنه يقصر نفسه على إيش؟ على مجلس العلم. ربما طول اليوم ما يكون عندك شيء، ثم تأتي في وقت حضور درس أنت موعود به تكثر عندك إيش؟ الطلبات من زوجة ومن أبناء ومن جيران ومن أصحاب إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، وهكذا يبدأ يتخطفك إبليس عياذا بالله
وشياطين الإنس والجن فلا يبقون لك مجلسا تذكر الله تبارك وتعالى فيه ذكرا سلفيا. كم من أناس كانوا معنا تخطفتهم الشياطين، الله يثبتنا وإياكم، فما عاد يأتون مهما تحاول أن تخادعهم لكي يأتوا لا يأتون. ما الذي حدث؟ استبدلوا هذا المجلس بمجلس البدع بعد أن قامت عليهم حجة الله تبارك وتعالى. ولذلك أخي الحبيب، النبي في الصحيح في كتاب العلم كان في مجلس ودخل ثلاثة نفر، أحدهم وجد فرجة فجلس فيها، والثاني جلس حيث انتهى به المجلس، والثالث نظر ثم انصرف. قال: ألا أخبركم بالثلاثة النفر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحي من الله فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. لذلك أخي الحبيب، ينبغي أن تبكي دما إذا كنت في مجلس علم سني سلفي ثم عرضت لك المعاريض فتركت هذا المجلس. ينبغي أن تبكي وأن تتأسف وأن تأسى كثيرا على مثل هذا، لأنك في كل مجلس علم زدت قربا من الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ده المجالس العلم يا أخواني السلفية السنية من مكفرات الذنوب. ثم قيل: قوموا وفوركم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قيل: إن فيهم من أتى لحاجة، جاي قابل زيد من الناس، عمرو من الناس، هذا تشمله أيضا الرحمة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. توقع تجلس مجلس مثل هذا تقوم مغفور لك، أي بركة أعظم وأي خير أعظم أخي المبارك. الناس يذهبون بالساعات الطويلة لكي يشاهدوا مباراة كرة قدم، بل يسافرون من بلدة إلى بلدة ومن قطر إلى قطر ومن مصر إلى مصر لكي يشاهد مباراة لكرة القدم، ويضيع الصلوات وعلى قلبه برد وسلام وكأن شيئا لم يكن، ثم يأتي في مجالس العلم يتململ. ما أجمل هذه مسكينة الطقاوية هذه، وأجمل هذه الرؤية، ويتقول له خلاص ذهب ولم يبق إلا الغناء الأكبر. ما هو الغناء الأكبر؟ قال: مجالس العلم والصبر، تصبر على مجلس العلم، ربما تبتلى بشيخ فيه شدة اصبر عليه. كان بعض السلف إذا أراد أن يخرج لمجلس شيخه تصدق ثم دعا: اللهم اصرف، اللهم أتني علم شيخي واصرف عني سوء خلقه. هو جاي الدرس شيخ فيه شدة، لكن هو يريد يتعلم من ورائه، يتصدق على نية الشيخ ثم يقول: يا رب اديني علم واصرف عني سوء خلقه. انظر إلى أي مدى، انظر إلى أي مدى يكون حرص الإنسان على طلب العلم. النسائي رحمه الله يطرد من مجلس الحارث بن مسكين بمصر، ينطرد يقول له: ما عاد تحضر لي مرة ثانية. وهو جاي من فين؟ جاي من بلاد سرخس من أوزبكستان. قال: ثم يجلس تحت النافذة ويسمع ويقيد. لذلك لما تقرأ في سنن النسائي يقول: أخبرنا الحارث بن مسكين وأنا أسمع، يعني كنت مطرود، ماني فين، ماني حاضر جوة المجلس، أنا برا وأنا أسمع. شوف الأدب فين؟ في حضور الرواية، والأدب في نقلها، والأمانة في نقلها، والصبر على ما يكون في مجلس العلم. الترمذي رحمه الله سمع عن شيخ أتى مكة فذهب إليه، ومن شدة حبه للشيخ أخذ معه كراس وكناش، غير الكناش اللي فيها كتب وحديث إيش الشيخ. فلما ذهب قال: حفظت كل أحاديثك يا شيخ. قال: أخرج وقرأ علي. فإذا بها غفل، طلع الكناش الكراس لقى أبيض ما في شيء. قال: تهزأ بي؟ قال: والله إني أحفظها عن ظهر قلب. قال: فعرضها إذن. قال: فعرضها الترمذي وما أخطأ منها حرفا واحدا. قال: عجيب أنت، أنت ما في مثلك. وهكذا يا إخوان، الصبر على مجالس العلم والصبر على مجالس الدرس، كلما حضرت مجلس علم زاد عقلك، وكلما بعدت أنت الخاسر أخي الحبيب، أنت اللي خاسر الرحمات والسكينة والمغفرة وتكفير الذنوب، وأنت اللي خاسر العلم. كم من كتب انتهينا منها، وكم من علوم قد تعلمناها، وكم من جهل رفع عنا، وكم من مسائل قد عرفنا منها الخطأ من الصواب، فأصبحنا نتكلم بعلم ونأمر بحلم ونذب عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع ذلك
كما يقول الشيخ عبيد الجابري يقول: وإني في هذا المجلس ما زلت على الأصل، أيما قول أخطأت فيه فلا تتركوني من الاستدراك والتنبيه، وإن أنا مت فانقلوا عني ما كان صوابا. هذا هو العلم. الإنسان يأتيه الوهم، يسبقه اللسان وهو يرتجل الكلام وهو ينشر المادة العلمية، لكن يظل من عنده استدراك، من عنده ملاحظة. ونحن ما نحن إلا نقل لكلام مشايخنا، ما عندنا كبير شيء لكي نقول، إنما نحن ننقل كلام أهل العلم. ولذلك قالوا إن الحضور في مجالس العلم يعلمك الأدب ويختصر لك الزمان ويسدد لك الفهم. هذه فائدة حضور مجالس العلم، يختصر لك الزمان، كتاب تقرأه في سنة تقرأه في فترة وجيزة، ويسدد لك الفهم، حديث قرأته ولم تفهمه فصوب لك الفهم في مجلس العلم. نتكلم عموما يا إخوان، نتكلم عن فائدة مجلس العلم في العموم. ويعلمك الأدب. كم من أناس منكم وجهاء في قومهم، أصحاب شركات ومناصب، لكن إذا جاء جلس عند شيخ هو يرى أنه أقل منه مرتبة أو درجة أو نسبا أو رتبة، لكنه يجلس عنده وكأن الطير على رأسي. هكذا يعلمك الأدب مجالس العلم. هشام، وذكرت لكم هذه القصة قبل ذلك، القارئ من رواة الإمام عامر الشامي يحضر عند مالك ثم يسأل جهرا فيلتهمه الطلاب ويرمونه، كان كاد أن يموت. مجلس مالك مجلس محترم، خلاص أنت تنسى نفسك هناك. محمد بن حسن الشيباني يحضر عنده الشافعي، وهو الشافعي في جلالة قدري في ذلك الزمان، ذا مذهب متبوع، يحضر عند محمد الحسن الشيباني، ثم لما ينتهي الشيخ يبدأ الشافعي يناظر الحنفية فيبزهم. فقالوا لمحمد الحسن الشيباني، طبعا الشيباني هذا ترى قرأ على الإمام مالك أيضا وله رواية في الموطأ، وهو أيضا تلميذ الثاني لأبي حنيفة بعد أبو يوسف يعقوب صاحب كتاب الخراج. فيقولون: يا شيخ، هذا كل ما أنت تمشي قاعد يستدرك علينا. قال: المناظرة يا أبا عبد الله. قال: إني أجلك أنت شيخ، لأن خلاص طالما جلست عليه أنت خلاص تلميذ عنده. قال: ما بد، شوف الأدب وجه الدلالة هنا إيش. قال: ما بد، إنما أناظرك أنت شيخي، أجلك عن المناظرة. هذا هو الأدب الذي كان يتحلى به العلماء. ولذلك أحد السلف قال: إن النبي آل عليه الصلاة والسلام من نسائه وطلق وظاهر سبق لسان، وكان في القوم أحد الطلاب، فلما خف الناس قال: يا إمام، لقد آل النبي من نسائه، نعم، وطلق نساءه، نعم، لكنه لم يظاهر. الله يقول: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قال: يا بني يحضرنا غدا، تعال بكرة لا تنسى. ثم قال: قلت بالأمس كذا، وإن ابننا هذا صوبنا وقال كذا، والقول ما قاله. عبد الله بن وهب المصري جلس عند مالك يطلب العلم عنده، وكان مالك لا يفتي بتخليل أصابع القدمين بالخنصر في الوضوء. ثم لما خف الناس ذكره بحديث لرسول الله في ذلك، قال: فلما جاء الغد أفتى به مالك وقال: هذا علمنا إياه. ما يضرك بشيء، جزاك الله خير، أبدا. ولا يزال الناس يتعلمون بعضهم بعضا، ويتعلم الطالب من شيخه والشيخ من طالبه، وهكذا تكون مثل هذه الأمور. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.